اهلا بيكو. ده الفيديو التاني من الفيديوهات بتاعت ازاي نستخدم المادة العلمية، اللي هو جزء من محاضرة مصادر التعليم والتعلم. في الجزء الاولاني من الفيديو ده اتكلمنا عن اللايسنسنج، وكلمنا عن الكرياتيف كومنز لايسنسز والكوبيرايتد لايسنس، ودول وكلمنا على ازاي ممكن نستخدم المادة العلمية بشكل مباشر، سواء باستغلال اللايسنس او بطلب مباشر من صاحب المادة العلمية او من خلال شراء المادة العلمية دي. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن الطريقة التانية، وهي ان انت تقول والله ده رفرنس، وكلنا او كتير مننا اللي عمل بحث علمي قبل كده احتاج ان هو ياخد حاجة من حد ولا طلب لها لايسنس ولا غيره، وانما قال مثلا ان فلان الفلاني قال كذا وكذا وكذا، ومن خلال اللي قاله ده بتقول والله الريفرنس بتاعي الريفرنس الفلاني. ده معروف جدا في كل الابحاث اللي بنعملها، التقارير اللي بنقدمها، ان احنا بيبقى لها مراجعها، والمراجع دي بنقول عليها، وده very common practice في وسط الناس اللي بتشتغل في اي نوع من انواع اعداد التقارير او الابحاث العلمية. وده هنا بيبقى النشر، انا ناشر حاجتي عشان الناس تستعملها وتعمل لها ريفرنسنج. فمن الاصل انت هنا مش بتدور على اي لايسنسنج ولا غيره، وانما ان انت بتقرأ لفلان وبتستغل المادة اللي هو قالها او النتائج اللي هو وصل لها، وبتحطها من ضمن المراجع اللي استخدمتها في الشغل بتاعك. من هنا بنقول برضو كمان ان مش بس بتاخد كوتيشنز، وانما ممكن بتاخد ايه النتائج المنشورة، ودي كتيرة جدا. ودلوقتي كمان برضو حتى النتائج المنشورة والبحث العلمي بقى في منه كرياتيف كومنز، ويمكن من الويب سايتس الكبيرة الجميلة جدا اللي انا بحب ارجع لها كتير وعليها كتير من المادة العلمية اللي انا انتجتها بفضل ربنا في السنين اللي فاتت، اللي هو ريسيرش جيت. ريسيرش جيت واحد من الويب سايتس الجميلة جدا اللي بتلاقي عليه مراجع وبتلاقي عليه نتائج، وكلها الناس حطاها عشان غيرها يستفيد بيها. اخر نوع من انواع الاستخدام الحقيقة، وهو الاستخدام بتاع النحلة. انا مسميه هنا استخدام النحلة. في الاصل احنا كلنا بنعدي بمراحل تعلم كتيرة، اي واحد فينا وهو النهاردة في اي مستوى علمي ما يقدرش ينكر فضل المدرسين اللي درسوله وفضل اهله اللي علموه هو صغير، من اولى ابتدائي لاي مرحلة من التعليم اعلى من كده. الحقيقة ان يعني مش من العملي ابدا ان انا اقدر احط ريفرنسنج لكل الناس اللي اتعلمت منها اي حاجة انا اعرفها. انت لما بتحط ريفرنس بتحط ريفرنس للحاجة، اخر حاجة استفدت بيها، اخر اللي انت ناقل منه مثلا دلوقتي الحتة دي او ما الى ذلك. ومن هنا بيجي طيب بعد كده خبرتك انت فين؟ خبرتك دي بتتبني، وعلمك ومعرفتك بتتبني مع الوقت من خلال التجارب اللي بتعدي فيها، من خلال الاكسبيرينس اللي بتعيشها، ومن خلال القرايات والمعلومات اللي بتلمها، من خلال كمان الكورسات وغيره. فهنا انت كما لو كنت نحلة قاعدة بتستقي رزقها من البساتين المختلفة ومن الزهور المختلفة، وتنتج بنفسك النحلة العسل وبتطلع. هنا انت بتنتج اوريجينال ورك، يس انت هنا بتنتج شغلك انت، المخرج العلمي بتاعك انت، ليك ريفرنسز بالتاكيد، بس اختلطت كل حاجه واتهضمت، ما بقتش بتاخد كلمه قالها محمد او زيد او عبيد، ده انت بقيت بتطلع كلام من جواك، صحيح مبني على اللي اتعلمته من زيد وعبيد ومحمد وغيرهم من الناس، لكن في الاخر انت بتطلع الاوريجينال ورك بتاعك. في الموضوع ده منين هتجيب ريفرنس؟ هنا انت مش بتسرق حاجه، انت انتجت منتج علمي خاص بيك،
ساعات بتحتاج بقى المنتج العلمي الخاص بيك ده ان انت تزينه بحاجة، تضيف له حاجة من مكان ما مباشرة، فساعتها بتقول المكان ده ريفرنس. لكن فعلا احنا بنوصل لمرحلة ان انت بيبقى عندك المنتج العلمي الخاص بيك. ده الحقيقة بقى يوصلنا لآخر محطة في محاضرة مصادر التعليم والتعلم، وهي النقطة الأساسية اللي لازم ناخد بالنا منها، أهمية ان انت تاخد بالك من قد ايه الثقة اللي ممكن تحطها في الحاجة اللي بتنقلها او الحاجة اللي انت بتتعلم منها. يفضل ان الموضوع لو في اراء مختلفة ان انت تبتدي تراجع الريفرنسز وتشوف دقة الكلام اللي بيتقال ده ايه. لو ان انت بالذات لو قدر معرفتك وقدرتك على التقييم بنفسك مش قوية كفاية، ارجع للمراجع وشوف الناس قالت ايه في الموضوع اللي انت بتحضر له محاضرة او بتحضر له كورس. وفي نفس الوقت ما تترددش ان انت تنتج من عندك. دايما بقول في لما باجي اتكلم مع ترينرز وباجي اعمل ترينينج اوف ترينرز، ان انت دايما عندك مادة علمية غيرك محتاجها. من الحاجات اللي بتموت سلسلة التعليم هي ان انا افضل قاعد مستني ان انا اتأكد ان المادة اللي انا هقولها دي ما تخرش المية، حاجة 100%. طبعا الامانة العلمية دي انا مش بشكك فيها وفي اهميتها، يعني مش اي واحد سمع كلمتين يروح يعمل فيهم كورس. لكن في نفس الوقت التردد زيادة عن اللزوم بيضرك. ليه؟ لا بلاش يضرك يا سيدي، بيضر غيرك اللي كان محتاج يستفيد من المادة اللي انت عايز اللي انت تقدر تقدمها. فلا افراط ولا تفريط، لا ان انت تستهون بالامانة بتاعت نقل العلم فتروح تنقل اي حاجة زي ما بنشوف على الفيسبوك وبنشوف على تويتر وبنشوف على غيره. اي حد سمع كلمتين ولا شاف حاجة عجبته يقوم يشير، بغض النظر عن الشيرينج ده ممكن يكون في مادة معلومة صحيحة او غير صحيحة، ولا ان انت تروح للجانب الاخر ان انت عندك معلومة فعلا وقاعد عايز تزودها وتنظفها وتأيفها وتخليها حلوة وتخليها متخرش المية بناحية زيادة عن اللزوم، توقفك في الاخر عن ان انت تنتج المادة العلمية بتاعتك. فخليك في النص، خليك امين بانك ما تلقيش اي حاجة، وخليك مش بخيل بان انت بتمنع المادة العلمية اللي عندك عن الناس ان هم يستفيدوا. أرجو أن المحاضرة دي وإن طالت تكون مفيدة، فيها كتير من المصادر اللي ممكن نستخدمها في إعداد الكورسات بتاعتنا والمحاضرات بتاعتنا، وده جزء من كورس اللي هو Training of Trainers. بعد ما اتكلمنا في المصادر دي هنبتدي إن شاء الله في المحاضرة الجاية بقى نتكلم عن وسائل توصيل المعلومة من المحاضرات والاكتيفيتيز والديمونستريشنز، ونتكلم عنهم وكمان نخش في تفاصيل بعضهم وازاي نعملها. فأرجو ان انتوا تكملوا معنا في الكورس وتكونوا معنا في المحاضرة الجاية ان شاء الله. اشوفكم على خير.